تعرف إنك لما تلبس نظارة شمس بتكون أكتر سعادة؟ ودي طريقة من طرق كتير ممكن تخدع بيها عقلك. النهاردة بقى هنقولك على أكتر من حاجة ممكن تجربها وتخدع عقلك وتستمتع بالتجربة. ما تنساش تقولنا النتيجة، فخليك معانا لآخر الفيديو. آخر طريقة لازم تجربها. الوهم البصري من أبسط طرق خداع العقل هي استخدام الخدع البصرية اللي بتوحي ليك بأشياء مختلفة كل ما طولت النظر ليها. على سبيل المثال، وقف الفيديو كده وجرب تبص للصورة وقولنا النتيجة اللي طلعت لك في التعليقات. رجعت خلاص؟ بص يا سيدي، اللي حصل لما انت بتطول النظر للصورة هتحس كده ان الجسم غير مساره على الرغم من ان الصورة ثابتة ومش بتتغير. يعني انت لما بتمعن النظر او بتبص بتركيز اكتر في الصورة، بيفترض الدماغ ان الصورة اللي قدامه هي ثلاثية الابعاد، وهي في الحقيقة ثنائية الابعاد، وبالتالي بيفسر ان الكائن اللي في الصورة بيتحرك في بعد اضافي مش موجود اصلا في الحقيقة. رقم 2، تأثير اضواء بيركنجي. من الدراسات النفسية المثيرة للاهتمام اللي وضحها عالم الفيزيولوجي جان بيركنجي، واللي ممكن من خلالها انك تحس بالهلوسة بدون ما تاخد اي ادوية او اي حاجة تأثر على كيمياء مخك، وكل اللي انت محتاج تعمله ان انت تقعد مغمض عينيك قدام الشمس وتبص ليها، وبعدين تحرك ايديك قدام عينيك بسرعة كبيرة لشوية دقايق كده، هتشوف بعد مدة صغيرة صور بتتحول تدريجيا لحقيقة. اللي حصل هنا انه لما حركت ايديك وعينيك قدام الشمس مقفولة، ده حفز الخلايا البصرية اللي موجودة في القشرة الدماغية لأعلى مستوياتها، وخلاها تطلق كمية كبيرة جدا من الاستجابة والصور الوهمية اللي بيترجمها الدماغ ويتوهمها انها حقيقية. خداع الدماغ بتقليل الألم. أثبت العلماء إن أنت ممكن تقلل الألم اللي بتحس بيه باستخدام المجهر. في الدراسة دي قام الباحثين باستخدام مجهر بتسليطه على مشاركين بيعانوا من ألم مزمنة بالدراع، وقام المشاركين دول بالنظر لذراعهم عن طريق مجهر بيصغر حجم الإيد، وحسوا كأن الألم فعلا قل أو تناقص. وفسر الباحثين التجربة دي بأن مستجيبات الألم بتتأثر بمدى إدراكك للخطر، بمعنى إن رؤية الإيد الصغيرة وبعيدة إدى شعور للشخص بتناقص الخطر ده، اللي خلى المستقبلات الحسية للألم تدي إشارات أقل للدماغ عن استجابته ومحاولة حمايته للجسم من الألم ده. يعني ببساطة، مخك بقى شايف إن الإيد أصغر، وبالتالي الألم كمان هيقل. الأحاسيس الوهمية. أثبتت التجربة دي إنك ممكن تخدع عقلك وتخليه يتوهم أحاسيس مش موجودة أصلا. كل اللي محتاجه هو صندوق وإيد صناعية وشخص عشان يساعدك. حط ايدك على الترابيزة وغطي واحد من ايدك بالصندوق، وبتحط الايد الصناعية دي جنب ايدك التانية عشان تبان كأنها ايدك الحقيقية، واطلب من مساعد ان هو يقوم بتدليك ايدك والايد الاصطناعية بنفس السرعة والاتجاه لشوية دقايق كده، وبعد وقت قصير هتحس كأن في احساس في الايد الصناعية دي وان هي دي ايدك الحقيقية فعلا. كمان لو طلبت من المساعد ده ان هو يوجه حركة بتثير الالم للايد الاصطناعية، كأنه مثلا ضرب عليها بشاكوش أو حاجة، هتحس كأن إيدك الحقيقية هي اللي اتضربت. ولحد هنا الحلقة المجنونة شوية والتجارب الجديدة دي خلصت معنا. قولنا جربت إيه منهم في التعليقات، وقولنا إيه النتيجة اللي طلعت لك، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.